القبض على مقيم يمني ظهر في فيديو أساء لحرمة الحياة الخاصة وللقيم الدينية بمكة. تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مقيم يمني وثق ونشر محتوى مرئيا يتضمن ألفاظا فيها مساس بحرمة الحياة الخاصة والقيم الدينية، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة. وين أصل العرب؟ وين أصل العرب؟ أمانة ما لقينا لا أصل العرب ولا شيء. أصل العرب كله بالتيك توك، جالس نزل لي أسد، نزل لي قطي، نزل لي كلب، نزل لي فار. أنا أصل العرب أمانة كلهم اللي بنجاليين، كلهم بنجاليين، كلهم هنود، كلهم هندي. ما في واحد أصل العرب.